السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفاة خبيرة التجميل سارة يوسف، وإليكم سبب هذه الوفاة. طبعا دائما نقول تعددت الأسباب والموت واحد. ماتت خبيرة التجميل العراقية، توفت اليوم، وكان ذلك أثر مضاعفات عملية جراحية. توفيت في مدينة الحلة مركز محافظة بابل. إنا لله وإنا إليه راجعون. نطلب من جميع الموجودين الرحمة لهذه المتوفية، نطلب من الجميع قراءة الفاتحة لها والدعوة لها بالرحمة والمغفرة، ونطلب من الله تعالى الصبر والسلوان لجميع أهلها. ودائما أبدا أقول تعددت الأسباب والموت واحد. أتمنى أن تعجبكم هذه القناة، تابعوني حتى يصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم.